تتواصل فعاليات المهرجان الدولي لفروسية ماطا، وعلى مدار 3 أيام تم تنظيم معرض للمنتوجات المجلية ضمن برنامج الدورة 10 للمهرجان. معرض يعتبر فرصة مناسبة للعارضين من أجل تقديم منتجاتهم. نفتلو سكسو بلدي، عندنا سكسو خماسي، عندنا سكسو الخروب، عندنا سكسو القماح. جينا نشاركوا في هذا المهرجان والحمد لله، يعني عرضنا المنتوج ديالنا واستفدنا بزاف من هذا المهرجان دماطا. حنا كنعملوا تتمين وانتاج الاعشاب الطبيه والعطريه، منها كنخرجوا الماء المقطر ديالها حتى الزيوت الاساسيه ديالها، ومنها كنستخرجوا بزاف ديال بحال مثلا صابون شامبوان، صابون بلدي بالماء المقطر اللي كنستخدموا من الاعشاب. حنا المعارض هي المتنفس اللي كتنفسوا به جميع التعاونيات، يعني ما كرهناش يكونوا منا بكثره. مهرجان ماطا المنظم من طرف الجمعيه العلميه العروسيه للعمل الاجتماعي والثقافي بشراكة مع المهرجان الدولي للتنوع الثقافي اليونسكو، يرم المحافظة على تراث فروسية ماطا المميزة لشمال المغرب والمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية وتشجيع تسويق المنتجات المجلية والصناعة التقليدية المحلية. كنعيشوا اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الدولي لفروسية ماطا اللي كيضم فضاءات مختلفة، من بين معرض ديال المنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية اللي هذا العام عرف التوافد ديال التعاونيات من مختلف أقاليم المملكة المغربية وخصوصا من الأقاليم ديال الصحراء المغربية. كذلك كان ضيف شرف هذه السنة هو التعاونيات ديال موريتانيا اللي جات عرضت المنتوج ديالها في إطار تبادل الثقافات والحوار التراثي اللي كيمتاز به المغرب. اليوم كنعيشوا اليوم الثاني ديال فعالية المهرجان الدولي لفروسية ماطا اللي كدار فيه سهرة فنية كيحيوها رواد موسيقيين ديال التراث الأصيل، التراث المغربي الأصيل. ضمن برمجة المهرجان سهرات وفقرات فنية وترفيهية بمشاركة تلة من الفنانين والمنشطين المغاربة، سهرة لاقت استحسان الجماهير الغفيرة التي تتابع الدورة 10 من المهرجان الدولي لفروسية ماطا بمنطقة أربعاء عياش إقليم العرائش.